هذا ويعد يوم الشهيد مناسبة وطنية تعبر فيها مملكة البحرين قيادة وشعبا عن تقديرها لتضحيات شهدائنا الابطال الذين ضحوا بارواحهم دفاعا عن الوطن. إن يوم الشهيد هو يوم تكريم الأوفياء. الذين حملوا أرواحهم على أكفهم، وبذلوا الروح رخيصة من أجل أن تبقى راية مملكة البحرين مرفوعة وخالدة، فلم يهابوا الموت أو الإصابة، بل جعلوا من كل ذلك أوسمة ونياشين ترصع تاريخهم الحافل بالبطولات والذكريات. يوم السابع عشر من ديسمبر من كل عام سيظل مناسبه مشرقه في مسيرتنا الوطنيه ملؤها الاعتزاز والفخر بابناء البحرين الذين استشهدوا داخل الوطن وخارجه نصره للحق وارساء العدل ودفاعا عن امن وسياده اوطاننا وامتنا وكان قرار جلالة الملك المفدى بجعل يوم السابع عشر من ديسمبر ليكون مناسبة وطنية لتكريم شهداء الوطن الأبرار تأكيدا على مكانة الشهيد في قلب جلالته والتي يدل عليها العديد من المبادرات التي قادها جلالته وصبت في تكريم الشهداء والاهتمام بذويهم. إن يوم الشهيد هو يوم الخالدين في وجدان الوطن، ولكل شهيد من شهداء الوطن اسطورته الخالده، فجميعهم كانوا ينتظرون الشهاده لمعرفتهم بانها اسمى درجات الفداء والتضحيه. واذا كان الوطن يفخر بهم ويكرمهم ويخلد ذكراهم، فإن خلودهم الابدي عند ربهم سبحانه وتعالى، الذي يقول وهو اصدق القائلين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم